السلام عليكم. النهاردة هتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو الـ single sided hearing أو السمع بودن واحدة. لو واحد ما بيسمعش غير بودن واحدة بس، إيه هي المشاكل اللي بتواجهه؟ وإيه هي الحلول الممكنة إن أنا كفيزيشن أقدر أقدمها له؟ أول مشكلة بتواجه الشخص اللي ما بيسمعش بودن واحدة غير بودن واحدة، ان هو مش بيقدر يحدد مصدر الصوت، بنسميه sound localization او sound lateralization. لو تليفونه رن في اي مكان، هو مش بيقدر يعرف هو فين بالظبط. فدي هي حكاية sound localization، مش بيقدر يحدد مصدر الصوت. تاني مشكلة بتواجهه حكاية تفسير الكلام في النويز، تفسير الكلام في الضوضاء، speech discrimination in noise. لما يبقى في مكان في noisy place، يعني زي الكافيه، زي النادي، زي المول، لما يبقى في الأماكن دي، هو بيلاقي في مشكلة في تفسير الكلمات. تالت مشكلة بتواجهه تفسير الكلام اللي جاي من الناحية الضد، لو حد بيكلمه من الناحية دي، الناحية اللي فيها المشكلة، خاصة لو هو في ميل، لأن في ميل high frequency sound، والhigh frequency sound short wavelength، طول الموج بتاعه قصير، فبالتالي بيخبط في الرأس مش بيعدي، فبالتالي مش هيقدر يفسر الكلام اللي جاي له من ناحية الددئير. دي المشكلات اللي بتواجه الشخص اللي عنده single sided hearing أو اللي عنده سمع بناحية واحدة بس. طب ايه هي الحلول الممكنة ان انا في كفزيشن اقدر اقدمها له؟ البعض بيقول خلي كده، سيبوه بودن واحدة، هيكتسب لغة والامور هتبقى زي الفل بدون اي مشاكل. لكن المشاكل اللي احنا قلناها دي هتظل قائمة، لكن لن تعوق هذه المشكلات ان هو يكتسب لغة، acquire language ويتكلم وهكذا. ولو كان adult نفس الحكاية، وديله follow up كل 6 شهور و instruction list، ما تعرضش لضوضاء، ما تعرضش لصوت عالي، ما تضربش نار وهكذا، ال instruction list اللي احنا بنديها للمرضى بتوعنا. ده فريق من الأطباء بيتعامل مع ال single sided hearing بهذا المنطلق، وهو أيضا مقبول، ما فيش مشكلة. طيب في فريق تاني بيقول لأ، أنا لازم أتدخل ولازم أتعامل. ف بينقسم بقى التعامل ده لتعامل غير جراحي وتعامل جراحي، التعامل السيرجيكال وتعامل نون سيرجيكال. تعامل النون سيرجيكال في حاجتين، الكروس هيرينج ايد والبون كوندكشن هيرينج ايد. الكروس هيرينج ايد هي في الواقع مش سماعة، هي في الواقع مايك في الديد اير، المايك ده جوه سماعة بياخد الصوت، بيبيك اب الساوند اللي جاي من الديد اير وينقله وايرلس للناحية التانية. دي بنسميها cross contralateral routing of signal. في حاجة تانية اسمها pi cross bilateral contralateral routing of signal. دي في الحالات اللي فيها dead ear في ناحية، والناحية التانية فيها high frequency sensorineural loss. بياخد الصوت من هنا من dead ear وينقله وايرلس للناحية التانية، then amplified في الحتة الhigh frequency اللي فيها loss. ده كلام عن الكروس والباي كروس. الكروس والباي كروس available في الماركت، في سيجنيا، في ستاركي، فايريكس، فونيك، بيقدموا الموديل ده من الهيرينج ايدز. ننتقل الى البون كوندكشن هيرينج ايد او السماعة العظمية. السماعة العظمية في سماعة عظمية غير جراحية زي الباها سوفت باند او الباها ساوند اورك، او بالادهيزيف باد زي الادهير كونسيرنج ميدل، وفي سماعات عظميه جراحيه زي الباها كونكت ان اتراكت، وزي الساوند بريدج ميدل ساوند بريدج. الكوكليير امبلانتيشن، انه يعمل كوكليير امبلانت، يزرع قوقعه في الناحيه اللي مش بيسمع فيها كويس، في الناحية الددير. إذن cross, pi cross, bone conduction surgical و non-surgical و
cochlear implantation. والحل الأخير اللي هو follow up list of instructions. بس كده ده يعتبر ملخص سريع لحكاية الـ single-sided hearing, الـ problems اللي بتواجهه والـ possible rehabilitative measures اللي ممكن نقدمها له. وشكرا لكم. السلام عليكم.